برنامج ربحك علينا. صباح الخير. صباح النور. مين معي؟ ريان. اول شيء بونجور ريان، انت ربحتي معنا الجائزه الكبرى. اول شيء شو بتحب تقدمي رساله للبرنامج؟ اول شيء يعني انا بتشرف فيك وعن الكادو الحلو من الصبح، عشان هيك بتعطي امل، وعشان ما بعرف شو بدي اقول يعني هيك تشبكت. اول شيء الجائزه الكبرى بتليق بالناس المحترمين اللي مثلك. الفنانه كازابلانكا حبت تقدم لك هديه قيمه. بدي اسالك شو رايك بالفنانه كازابلانكا؟ اوه رائعه، يعني من الفنانين عن جد بس مين اللي عن جد بيقدموا فن محترم وفن اصيل. شو كذابه، ما في فنانه اسمها كازابلانكا. الو الو. طيب بدي اسالك شويه اسئله عن الفنانه كازابلانكا، وهي هلا رح تنضم معنا وتقدم لك الجائزه القيمه. اول شيء شو اكثر غنيه بتحبيها للفنانه كازابلانكا؟ نعم. او كان انه انا السؤال بتاعي انه حدي كثير عشقه مثل مين. حضرتك معلمه. طيب انا رح ساعدك، رح اعطيك ثلاث اسماء وانت عليك تختاري اسم الغنيه. اوكي. اول غنيه غمرني بجنون. اوكي. ندماني اني عشقتك. كبرت يا امي. اي غنيه منهم؟ ندماني اني عشقتك بجنون. طيب يعني مش معقول الكذب، مش معقول، ما في غنيه. طيب انت ربحتي معنا الجائزه الكبرى مدام كازابلانكا، انت هلا على الهواء مع الرابحه. بونسوار. اول شيء بدي اقول لك الف مبروك، ربحتي الجائزه معنا. انت ربحتي سي دي بيحتوي على اغاني جدا قيمه من الزمن الجميل. الف مبروك لك، وانا سمعتك هلا على الهواء انت عم بتقولي انه بتحبيني وبتحبي اغانيي. وأنا جدا متشرف بهيك ناس طيبين مثلك ومحترمين. ربحتي سي دي بيحتوي على 100 غنية التراث اللبناني والسوري والمصري والعربي عموما. مدام هيدا كان مقلب. انت على الهوا مقلب. وما في فنانة اسمها كازابلانكا، وما في برنامج اسمه ربحك علينا. ما عرفتيني؟ ولو انا نجمة لبنان، انا النجمة. سكرت الخط، مش معقول شو بقى.